السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أول؟ اليوم سوف نأخذ مراجعة سريعة لقواعد لغتنا العربية. ما هو اليوم؟ اليوم هو الخميس. الخميس، مين يذكرني يا أول؟ امبارح بدرس الاجتماعيات شو حكينا عن يوم الخميس؟ هو آخر أيام دوامنا في المدرسة، صح؟ إحنا قلنا أيام العطلة الأسبوعية هي الجمعة والسبت، أحسنتم. طيب يا أول، مين يذكرني ما هي حروف الجر؟ من، إلى، عن، على، حرف الباء، حرف الكاف، وحرف اللام. أحسنتم، رائعين. ماذا نسمي ما يلي حروف الجر؟ أحسنتم، اسم مجرور، رائعين. طيب يا أول، مين يذكرني باللام الشمسية؟ اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ. مثال عليها الشمس. الشمس كتبتها ولم ألفظها. اللام القمرية هي اللام التي تكتب وتلفظ وعليها سكون، والحرف الذي يليها حرف متحرك. مثال القمر. القمر، أحسنتم، رائعين. طيب يا أول، خلونا نشوف. قالت. قالت، حرف التاء هنا ماذا نسميه؟ أحسنتم، تاء التأنيث الساكنة. بصير أنا أحط عليها حركة من حركات المد القصير، فتحة أو ضمة أو كسرة لا يجوز لأنها تاء التأنيث الساكنة. طيب إذا تكلمنا قالت عفاف. عفاف، ماذا أقول عنها؟ أحسنتم، فاعل زائد اسم مؤنث. عفاف اسم مؤنث، أحسنتم، رائعين. طيب هنا قال. قال فعل ماض. فعل ماض، أحسنتم، رائعين. طيب إذا قلت لك قال تامر، ماذا نقول عن تامر؟ فاعل زائد اسم مذكر، أحسنتم، رائعين. طيب يا أول، مين يذكرني بحركات المد القصير؟ فتحة تأتي فوق الحرف، ضمة تأتي فوق الحرف، كسرة تأتي تحت الحرف. أحسنتم، رائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح صفحة 43 من كتاب لغتنا العربية. يوجد آية من القرآن الكريم. مين يذكرني يا أول يا حلوين؟ القرآن الكريم كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، أحسنتم. على من أنزل؟ على سيدنا محمد، رائعين. بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، أحسنتم. طيب يا أول، مين يذكرني آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أولا الوضوء، يجب أن أكون طاهر. ثانياً أن أجلس جلسة سليمة وأوجه وجهي إلى القبلة. ثالثاً أن أتلو القرآن الكريم بتمعن وهدوء، أحسنتم، رائعين. هيا بنا. أولاً ماذا أقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسنتم. وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم، رائعين. وبعد الانتهاء ماذا أقول؟ صدق الله العظيم، أحسنتم. هيا بنا نقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله. كمان مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم.